اهلا بيكم وصفه قمر مع ايه عمر. عشان دلع الكرش ما فيهوش معلش، انا حرفيا من ساعه ما الصيف بدا وانا ولادي كل يوم ماما عايزين ايس كريم، ماما عايزين ايس كريم، بنعدي من جنب السوبر ماركت برده بنشتري ايس كريم. والفكره كمان في الاخر ان هما بياكلوا ايه، عباره عن ايه، ميه وتلج وسكر والوان. فانا بقى تحيلت على الموقف وقلت ادلعهم كده بشويه لوليتا، عارفين لوليتا بتاع زمان، انا حرفيا بموت فيها. فهنعملها النهارده بقى كمان، هضيف عليها فاكهه بحيث ان انا ايه ابقى مسكت العصايه من النص، عملت لهم الحاجه اللي هما عايزينها وفي نفس الوقت هيستفيدوا بفوائد الفاكهه وهي مستخبيه كده. تعالوا نشوف بقى هنعمل الكلام الحلو ده كله ازاي. بما ان احنا كمصريين بقى ملوك تخزين الفاكهه، فاحنا مخزنين الفاكهه حتى لو هي مش في الموسم بتاعها او بتتباع في السوبر ماركت، برده كل الفاكهه اللي احنا عايزينها بتبقى موجوده متخزنه. او لو ولا ده ولا ده، هتروحي للراجل بتاع العصير تقولي له يا عمو انا عايزه عصير الفاكهه اللي انت عايزاها زي ما انت عايزه، كله متوفر. هنا المقادير بتاعتنا سهله خالص، جبت عصير مانجا من عند الراجل بتاع العصير، وكان عندي فراوله والكيوي دلوقتي موجوده، وعندنا عصير ليمون وعسل وشويه الوان صناعيه، ده كمان اختياري. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هضرب الفاكهه من غير اي اضافات خالص ولا ميه، زي ما هي كده عايزاها بيوريه تقيل. فعندي هنا الفراوله هحط عليها بس عصير ليمون، معلقه كده عشان تبقى ماده حافظه، ومعلقه عسل كبيره، وهبتدي اضربها كده. المانجا كده كده مضروبه عندي، هضيفها بس في البوله، وهضيف لها عصير الليمون والعسل زي بقيه الفاكهه. هحط عصير الليمون ومعلقه العسل. ابتديت بقى احط الالوان، حطيت الاخضر على الكيوي والاحمر على الفراوله والاصفر على المانجا علشان ادي نفس شكل بره بالظبط يعني، وكمان الالوان صحيه. لو حابه تستغني عنها مفيش اي مشكله خالص، بس عشان يديك الشكل النهائي زي اللي بنشتريه من بره بالظبط. عندي بقى القوالب بتاعه الايس كريم، هبتدي بقى ايه، بصوا ده شكلها. هبتدي احط اول حاجه، انا كده مليت كل واحده بنوع فاكهه معين عشان لو حد بيحب حاجه معينه. تعالوا بقى نشكل ونعمل ميكسات ما بين الاطعمه. اعملوا بقى زي ما انتوا عايزين، وشكلوا في الميكسات زي ما انتوا تحبوا، وشكلوا في الفاكهه كمان زي ما انتوا بتحبوا. هنقفلهم بقى كده كلهم بالعصايه وندخلهم الفريزر، هيقعدوا حوالي يعني تقريبا من 4 لـ6 ساعات، وهتستمتعوا باحلى لوليتا في حياتكم، هترجعكم يعني ذكريات زمان قوي. عملنا اسهل ايس كريم بالفاكهه اهو للاطفال، بدل ما كل شويه بقى نشتري من سوبر ماركت وفي نفس الوقت بفاكهه بحاجه مضمونه عاملينها في البيت، دخلناه الفريزر وطلع زي ما انتم شايفين كده. تقدروا بقى تستخدموا اي نوع فاكهه انتم بتحبوها الموجوده في السوق او زي المتخزنه زي ما احنا عملنا النهارده، باطعمه كتير مختلفه. نوعوا بقى وغيروا، وشاركوا ولادكم في الحاجات دي، هيتبسطوا قوي ان هم كمان عملوا حاجه بايديهم. فجربوا الطريقه دي واتمنى انها تعجبكم. صحه والف هنا. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.